50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. من زين الليلة يبان صباح وندق على شباك الجار. والله نشوف ديما نتمشوا شوي هنا في البحر، نشموا شوي نظيف كما تعرف خاطر البوليسون اللي عندنا في جابس قاعدين كان شوي البحر نشموا فيه شوي نظيف. نشوف انا لصحابي نتمشوا شوي وكاك انا كيما الناس الكل نتمشوا شوي، فما شكون يعمل فوتينغ، فما شكون يجري، فما شكون يكور، كل واحد شنو يعمل. والله البنية كيما حكونا جدودنا بنية قديمة ياسر معناها معروفة بها جابس، قالوا استعملوها في الحرب كيما تشوف قديمة ياسر وقاعدة تو موجود ما لقري ما وقعش ترميمها اصلا. عندنا برشا حكي عليها مجتمع المدني باش يرميوها، ما تكفي حد بترميمها، كانت كبيره معناها عمل ما كيما تشوف قاعده تتاكل وقاعده معلم من المعالم تاع جابس. اللي يجوا هنا تصورت برشا حكايات، تصورت كليبات، تصورت برشا حاجات معروفه من الحاجات معروفه بها جابس. نسكن هنا، نسكن دوبا من البحر من الكازمه، وديما نجي باش نرفه على روحي شويه، نتمشى البحر يعطيني برشا انرجي وقت نبدا قالقه ما نتفرهد كان كي نجي للبحر. اي هذه مبنيه وقت الاستعمار، معناها بناها المستعمر وقت فرنسا، ممكن شي للحمايه ولا كي اللي عاملينها حصن ولا حاجه تقريبا هكا في بالي حسب ما نعرف. معناها هذه السمبول نتاعنا في جابس معروف بحرنا، بحر الكازمه، وين ماشي وين نتقابلوا في الكازمه. جاي لان الطقس تحفون وباهي وجينا نحوس نعمل في دور على البحر وكو نسكنوا قريب هنا مش بعيد، وهك تشوف ما شاء الله الطقس وتشوف البحر ما شاء الله. هذا يا خويا اسمه بونكا، كانوا جنود الالمان يتخبوا من ليزالي. ليزالي شكون هم؟ لي زونغلي، لي فرنسي، لي امريكان. لي المان وقتها كان اللي يعرف التاريخ شويه انهم استعمروا تونس تقريبا 10 شهور تقريبا، فكامل الفرنسيس، وكانت الحرب الفاصله بينهم بين ليزالي هي خط مارث المعروف اللي ماتوا فيه برشا المان، وكانت عندهم حتى مقبره في المدو، وبعد هزوهم ليزالمون، هزوا الموتى نتاعهم، وبقات هالي البنكا كيما تراث هناك تاريخ، وعندنا منها واحده ولا زوز في جالس تقريبا اخرين. مع الاسف ان بقت مهمشه، وهك تشوف مش كان هي مهمشه البحر كامل، هك تشوف الوسخ مش كان هي جابس كامل، هك تشوف البرط. البنيه هذه معروفه، هذه البنيه هذه في تعملت معناها قبل الحرب العالميه الثانيه، هذا الخط يتعمل خط مارث، هذه معركه مارث، هذا وقت جاء رومال طالع فهمتي تعرضوا له من هنا. رومال خسر الحرب في البلاصه هذه، المعركه بتاع الحرب العالميه الثانيه، رومال يسموه معناها الثعلب الصحراء، ثعلب الصحراء رومال هنا خسر في مارث، معركه مارث هذه اقوى معركه صارت في الحرب العالميه الثانيه، ما يتكلموش عليها برشا ناس، انما هذا تاريخ جابس وتاريخ المعارك الحربيه في الحرب العالميه الثانيه. طبعا لازم البلديه والسلطات يهتموا فيها للتاريخ، مش كان هي هذه، فما كازمات اخرى، فما وحدات اخرى حتى توصل تفوت معناها عين البيضاء وتفوت المناطق هذه كلها كازمات.